Salam البنات, رجعت لكم توجور من قناة غوسات ياسمين بإن نوفيل غوسات واللي هي تحلية باردة تجي بزاف بنينة. نحتاجو فيها نصف لتر حليب, ملعقتين مايزينا, ثلاث ملاعق سكر, ياوغت كاراميل, وملعقة تاع النسكافي. نبداو الوصفة تاعنا. نحطو هاديك لا مايزينا, نزيدو عليها السكر, ونزيدو النسكافي, ونزيدو عليهم هداك الحليب, ونحركوهم ونحطوهم فوق النار. ها هو الخليط تاعي راه فوق النار. نواصلو في التحريك حتى يبدا يعقد النار. ها هو الخليط تاعنا بدا يعقد, وبعد ما يعقد النار نطفيو عليه ونجيو باش نزيدو عليه هذاك الياغورت كاراميل. ونحركو, نجيبو الكؤوس تاعنا اللي غادي نديرو فيهم ونعمروهم, نعمروهمش بزاف, نخليو اون بارتي. وبعد ما عملناهم ندخلوهم للثلاجة يبردو ونرجعو معاكم. نمشيو باش نحضرو لا جولي تاعنا اللي نحتاجو فيها ملعقتين سكر, ملعقة نسكافي, ثلاث ملاعق تاع فلون فاني, وكأس ماء. نبداو نحطو هداك السكر, نزيدو معاه الفلون فاني, نزيدو لا نسكافي, ونزيدو الكأس تاع الماء, ونحركوهم, نحركوهم مليح, ونحطوهم فوق النار لدقائق. ها هو الخليط تاعنا راه فوق النار البنات, نخليوه 5 مينوت ونرجعو. بعد ما بردت لنا هذيك الكريمه ودفنا لا جولي, نجيو باش نحطوها من الفوق. نتوما البنات من الاحسن تصفيو هذيك الطبقه, انا هنا ما صفيتهاش, ماشي مشكل لانه راح نزينوها من الفوق, ولكن من الاحسن تصفيوها. وبعد ما نكملو نحطوهم في الثلاجة باش يبردو لنا, ونرجعو معاكم في طبق التقديم. ها هي التحلية تاعنا بعد ما زينتها, جات ما شاء الله. هي فريمون تجي بزاف بنينه. انا بعد ما جربتها اول مره ندهشت في البنه تاعها, والكو تاعها يجي بزاف بنين. البنات جربوها ما تندموش. شوفوا القوام تاعها من داخل كيفاش يجي, يجي كريمي. جربوها البنات واشتركوا في القناة وخليوا لي جيم اذا عجبتكم لا غوسات. ومع السلامة الى فيديو اخر ان شاء الله.